تدريب المتسابقين في مسابقة هنا الشباب مستمر ومتواصل أسبوع ورا التاني، والمرة دي كان الموعد مع متسابقي شهر إبريل في التدريب على مواجهة الكاميرا وتنمية مهاراتهم في عرض مشروعاتهم بالتعاون مع مؤسسة كايرو ميديا سكول. لما دخلنا في التدريب ولقينا فعلا الواحد وقف قدام الكاميرا لأول مرة تاه، كل حاجة في دماغه راحت نسي. ابتدينا نتعلم يعني ايه نشوف اي سايت، ان نبص على الكاميرا ازاي، التون الصوت عامل ازاي، ترتيب الافكار ازاي، ابريزنت الايديا بتاعتي. احنا اتعلمنا بجد ازاي نواجه الكاميرا، ما نبقاش عندنا رهبة الكاميرا، ان احنا ازاي نبقى فاهمين ما وراء الكاميرا بيحصل ازاي، الاضاءات، الكاميرات، كل الكلام ده، ازاي نبقى بريزنتبل قدام الكاميرا، نوصل فكرتنا بطريقة بسيطة وسهلة. استفدت اعرف اقول ايه وما اقولش ايه، يعني استفدت اهم حاجة ان انا كان عندي نقط سلبية كنت بقولها، لا انا اتجوز النقط دي، استناها شوية في الانترفيو. بعد كده شوية ثقة وشوية قدام الكاميرا. مواجهة الكاميرا بالذات فيها توتر او نيرف عالي شوية، فالحمد لله يعني اخر اليوم هو انا في ثبات يعني في الموضوع. المسابقة استقبلت مشروعات عديدة وواعدة في مجالات كتيرة زي التعليم والصحة والزراعة والمشروعات الخدمية وغيرها، وكان من المهم تدريب المتسابقين على كيفية عرض المشروعات وعدم الخوف والتوتر قدام الكاميرا. الدورة دي اللي بتعملها كايرو ميديا سكول حقيقة أهميتها تكمن في إنك بتطلع جيل بروفيشنال مهني يعرف إزاي يخاطب الناس بشكل عام، إزاي ألخص أفكاري كلها في جمل مفيدة، جمل جذابة، وكمان أنا بنبه عليهم يعملوا ريسيرش كتير، ريسيرش بحث، والهوم ورك بتاعهم بيديله ثقة في النفس. بالإضافة إن الدورة كمان بتعلمه إزاي يقعد، إزاي يخاطب الآخر، إزاي يجاوب على الأسئلة غير المتوقعة، مش بس المتوقعة. المسابقة بتقدم جوائز تشجيعية بقيمة 300 ألف جنيه إضافة لقروض بمليون جنيه بدون فوائد برعاية إيجي بنك، وده بهدف تشجيع المشروعات الواعدة ودفعها للنجاح في السوق المصري. طارق أحمد، هنا العاصمة.